لي أخت مطلقة ولها ابن يتعلم في المدرسة، وأقوم أنا بالإنفاق عليها وعلى ابنها، هل يجوز إعطاؤها من الزكاة التي أوديها مع العلم بأن هذا المبلغ لا يخصم من النفقة التي أنفقها عليهم، علما بأن والدنا متوفى وليس لأختي أي عمل؟ ما دام أنك قد قمت بالإنفاق عليهم من مالك فجزاك الله خيرا، وهذا من الإحسان ومن صلة الرحم، ولا داعي لأن تعطيهما من الزكاة، لأنك قد قمت بحاجتهم وسددت عوزهم وأنت ماجور على ذلك، وهذه صلة رحم وإطعام فقير ومسكين، فلك في ذلك الأجر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.